لكن المدينة تحتاج أكثر. يعني إحنا وصلنا إلى مرحلة يمكن في كل محافظة الأنبار أو المحافظات اللي تعرضت للخراب على أيدي عصابات داعش الإرهابية حظت باهتمام من قبل المنظمات إعادة إعمار. فكان من الروح يعني نتكلم مع منظمة معينة مع جهة معينة يقول لك أنت بقيت صامد، يعني المنطقة ما سقطت بيد داعش، ولهذا أنا مكلف بالعمل بالمناطق اللي دمرها داعش. فيعني يمكن وصلنا إلى مرحلة يعني بدينا ندفع ثمن على صمود المدينة. طيب. حقيقة هذا يعني هذه الفكرة تغيرت، أو طريقة العمل أو طريقة توجيه المشاريع باتجاه المدينة تغيرت بعد تسلم دكتور. بس هذه كارثة يعني المزة. أنا مدينة صمدت وقاتلت وجاهدت، بعدين أنت تيجي ما تنطيني أبسط حقوقي اللي هو خدمات وبناء وعمار. هاي مشكلة. هذا عانينا يعني بصراحة نتكلم بيه. طيب. يعني حتى بعد ما جي الدكتور خالد يعني اختلفت بعض، تعرف أنت يعني إحنا تكلمنا يمكن قبل قليل قلت لجنابك المدينة اللي ما تمتلك تمثيل سياسي أو صوت في الحكومة راح تكون تعاني من توفير الخدمات.